كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عاد إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الأمريكية الأفريقية بالعاصمة الأمريكية واشنطن. هذا وقد شهدت زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن عقد العديد من اللقاءات مع كبار السياسيين وصناع القرار ومجتمع رجال الأعمال الأمريكية. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية في العاصمة الأمريكية واشنطن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيد الرئيس شدد خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي. وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة السيد الرئيس تضمنت عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، واستقبله وزير الدفاع الأمريكي السيد لويد أوستن بمقر البنتاغون في واشنطن. كما التقى السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، والتقى مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، وكذا أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكذلك عدد من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية. كما التقى السيد الرئيس رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنيفي والسناتور لينسي جراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي. كما عقد السيد الرئيس لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. والسيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، وكذا السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين. وعقب انتهاء الزيارة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الأمريكية واشنطن، وكان في وداع سيادته كبار رجال الدولة الأمريكيين وأعضاء السفارة المصرية عائداً بسلامة الله إلى أرض الوطن.